هنا تونس مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم من جديد. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع. برنامج هنا تونس مازال متواصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، يجيكم مباشرة من استوديو الفقيد فكري بودية من تونس العاصمة، نبذة يومية على آخر المستجدات والقضايا اللي تهم الشأن العام الوطني والمحلي في تونس. وسعداء جدا باستضافة وحضور الدكتور لطفي المرايحي، أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، في هذا الجزء الثاني من برنامج هنا تونس. سي لطفي مرحبا بك على موجدي وانا فاهم. بارك الله فيك وبالسادة المستمعين. نشوف في ضحكة على وجهك رغم أنه الطب نشوف فيهم متغشين ليمات هذوم، مش فرحانين برشا، متأثرين باللي صار بطبيعة الحال ومتسائلين على القطاع. لكن أنا الضحكة متاعي هي أو الابتسامة، ما ضحكتش أنا، الابتسامة على الأقل، حالة الانشراح اللي أنت قريتها في وجهي هي ناتجة على اللي تو المكالمة قبل ما ندخل لك، أنه المحامي متاعي اتصل بيا وزف لي بشرة نحب أنا بدوري نزفها للناس اللي يحبوني، لكن نحب نزفها رأسا لسعيد العايدي. نحب نقول لسعيد العايدي، نقول له راهو الحكم متاع الاستئناف قضاء كما الحكم الابتدائي في القضية اللي رفعتها أنت ضدي في ترويج أخبار زيفة، والأخبار الزيفة هذه يعني حكاية اللوالب القلبية والبنج الفاسد والصفقات نتاع الفرنسي سنترال والترخيص المشبوه للدويات وغيره. هذه يعني الأخبار الزيفة قضت المحكمة الاستئناف كذلك بتبرئتي من التهم هذه الكل. حبيت نطمنه باش يرتاح ونقول له عندك 10 ايام اخرين كيما تنجم تستئنف، عندك 10 ايام اخرين تنجم زاد تعقب فيهم اذا كنت قبل التعقيب نتاعك. القضيه هذه مش وكانها تحولت الى خلاف شخصي بينك وبين سعيد العايدي؟ ابدا، هذه تحولت الى ناس ثم نوعيه نتاع ناس اللي هما يعني يحاولوا يهموا الشعب، هذا نوع من التحيل على الراي العام، ايهام الشعب انه بحقائق مصطنعه، يعني ثم ناس تختلق تصطنع انواع من انواع الكذب وتحول بترداداك الكذب هذاك تحوله يولي كان واقع. فاليوم معنا احنا نتحدث على قضيه نتاع الناس نتاع ازمه في قطاع الصحه ونتاع، ونشوف التحركات نتاع السيد ومن قناه الى قناه وملاحظ، وكانه يوحي للناس انه هو تنحى لانه هو كان يحارب في شيء ما. مش هذا اللي صار، ما مشاش ضحيه لوبيات الفساد سعيد العايدي في قطاع الصحه؟ ابدا، هو مشى ضحيه نفسه، لم يكن ضحيه حتى شيء. انا نعطيك بكل تجرد بكل تجرد، وقلت في وقتها وما فهموهاش الكلمه وقت اللي انا تحدثت، قلت راهو السيد بسيكوريجيت يسخالو سبه، بسيكوريجيت راهو السبه. جوسبان ليونيل جوسبان اللي كانت الصحافه الكل تعيط له بسيكوريجيت، لانه ثم ناس عندهم نوع من الانقباض على ذاتهم، ما عندهمش قدره على التواصل اللي ما يفهموش. او باش نفسر لك انا من غير نهبطوا، معناها احنا راهو ماهوش السبان والشتيمه ما تطورش ما تكملش بنا، اما باش الناس تفهم. وقت اللي انا نجي نقول لك انت سياسي تمارس في السياسه، نجي نقول لك راهو ثم فساد في او انا نطلع كحزب سياسي نقول راه فما فساد في كذا، اول حاجه يعملها السياسي يستدعى الناس يجاو ترى شنو الحكايه هذه، يحاول يفهمها يدقق منها موجوده، يخرج الراي عام. بارك الله فيهم، هم جماعه جاو قالوا لي يعاونوا فيا قاعدين، مو هذاك هو. انت ساعه حليت المشكل ثم حتى سياسيا استثمرته في الفتره هذيك اللي كانت اللي صارت فيها الحكايه هذوما، كان دائما يكذب بل ثم تصريحات يقول هذا السيد هذا خطر على الصحة في تونس. يعني أنا اللي كشفت اللوالب وكشفت البنج الفاسد وكشفت القضايا نتاع الصحة اللي تعرفوها الكل، معناه وليت خطر على الصحة. ثم شوف وين علاش قلت لك العباد هذه بسيكوريجيت وعندها معناها مساكن، معناها أنا حقيقة يعني بقولها بكل مرارة، وقت اللي أنت في وضع نتاع مسؤول وزير ويصير مشكل وأنت أمرت باش يصير تحقيق في الموضوع وصار التحقيق في الموضوع وجابوا لك التحقيق، والتحقيق هذا اثبت اللي قاعدين قالوها جماعه ذوما اللي انت تعتبرهم يتبلوا عليك، تاخذ التحقيق وتحطه في القجره وكي تغادر الوزاره تهزه معاك ما تخليهوش حتى في الارشيفه، فهمت؟ هذا معقوله؟ واللي نشرته راهو جريده شروقك المره، راهو هذاك تسريب من عندي انا، وهو الملف موجود عندي تطلعوا عليه شنو كانت قالوا له جماعته المفتشين نتاعو يعني ليزانسبكتور نتاع الوزاره،
نحي فلانة أعمل فلانة نحي الترخيص هذاك كله ما سمعوش خباه. هذا يحارب الفساد، هذا كان يحارب في الناس اللي تحارب في الفساد، واليوم يحب يصنع هكا معناها فريتك كيفاش ركوب على حدث على موجة يهام الناس ما في بلاش بالملفات بالضبط. تعرف اللي هو صار له هكا صراع مع النقابات وشنو هو هو تعرفك صراع، فهو الصراع ذاك وظفه على اساس انه يحارب الفساد. صراع مع النقابات اليوم مش جزء من المشكل في قطاع الصحه؟ اكيد صراع النقابات مشكل، وجود النقابات والتغول نتاع النقابات مشكل. النقابات خذت حجم اكبر من حجمها، وقلت وانا في الاستوديو هذا عندك انت وقدامك، وقلت لك راهو عندما وقع استدعاء النقابات في 2014 كان خطا جسيما، خاطر استدعاوا النقابات باش يستقواوا على حركه النهضه وهي وصلتهم للسلطة النقابات، بطبيعة الحال كي وصلتهم للسلطة ولات تحب تكون شريك في السلطة تقاسم معاهم. النتيجة نتاع الأشياء شنو؟ النتيجة نتاع الأشياء أنه فما في النقابة ناس شرفاء، خاطرنا احنا محتاجين النقابات، محتاجين العمل النقابي، وثم ناس شرفاء في العمل النقابي، لكن فما ناس أقل شرف، ثم ناس تستعمل في العمل النقابي باش تتخبى وراه وباش تعمل اللي تحب. فرؤساء الأقسام اليوم ما يحكموش في الأقسام نتاعهم، ما نجموش يتصرفوا فيهم. وهذا ما يلزم إرادة سياسية تقف بشكل حازم، وهذا يلزم نفهمه الناس تلعب أدوارها. احنا اليوم يعود رجعنا إلى حديث على الديمقراطية، احنا اليوم ما عندنا من الديمقراطية كان التصويت، ما فما حد شيء. يعني كانت عندك الهيكل، الهيكل ما عندها حتى سلطة تعديلية وماش تقوم بحتى دور، بل أن وجودها مشكوك فيها. تقول لك قول حقها تخرج قريب انتهي مدتها في حديث، يعني لا عندنا صوره تعديليه، لا نفهم شنو ما معنى الاحزاب وما معنى الجمعيات وما معنى الترشح للانتخابات. تو تشوف الانتخابات الناس يقول لك باش ترشحوا مستقلين، كان الناس تترشح مستقلين وتستنى في الميسره كانوا موسم الحج، الناس وقت تجي تترشح كما جاء وقت الصراعات كما هذه مواضيع نتاع الفساد ومواضيع نتاع شنو ساكتين عليها، وقت تجي الانتخابات تولي ما لعش نعملوا بها الاحزاب. علاش اخي الاحزاب مش خلقت في الديمقراطيه لتنظيم المجتمع؟ احنا نخليو المجتمع كم سيد، والاحزاب في وقت ما تتبنى وتولي حاجه صحيحه تقعد ديما خاصه الاحزاب الصغيره هذه هشه هكاك قاعده تموت تندثر الوحده تلو الاخرى في ظل غياب وعي تام، لان الناس مش فاهمين مدى هو دور الحزب، ما يعرفوش اللي هو ثم مكسب وقت يتكون حزب في بلاد، مفروض مكسب لان تكون صوت اخر واداه اخرى لاداره الصراعات والنزاعات. فكله هامش يعني. اليوم الفلوس اللي موجوده كم فلوس، مش معقول مش معقول ندخل الانتخابات هكا، مش معقول ندخل الانتخابات باعلام مصطفى ورا يوسف الشاهد اليوم ورا البيجي قايد السبسي كل واحد في شيره، مش معقول مش معقول. وصلنا من الدرك الاسفل في المشهد الاعلامي اليوم اللي رجعنا تماما عهد بن علي، راهو معنا ثم ناس شو نشوف انا شوف ناس تنزل على الفلسه تلقى روحها في بلاتوات وكذا، والناس اخرى مسكر عليها تعميم كذا. كنقول لك انا قداش بلاك ليستي بالبروفا في قداش من قناه، شنو اللي يخليك في قائمه السوداء؟ والله ماني عارف انا غير مرغوب في حضورك في القنوات الاعلاميه والاذاعيه والتلفزيه سي لطفي المرايحي، رغم انك هو مش من باب المجامله ولكن من الشخصيات المحترمه اللي تطرح في افكار، اللي في اكثر من مره كشفت ملفات والوقاع عن صفتك. والله ما نجم نقول لك بربي سامحني، شنو هو اللي يخليني انا يكلمني صحافي باش يقول لي يا سي فلان والله انا راهو وما كلمتوش وانا ما نهزش، انا نعرفك عندي قداش عمري شي نهار هزيت تليفون وكلمتك قلت لك عديني ولا جيبني ولا كذا، جامي عمري ما اتصل بك وانت كل الناس الاخرين، رغم اللي انا تعرف العلاقه ثم علاقه نتاع احترام بيناتنا زايده شويه على معناها على المهنيه، لكن عمري ما كلمك وهكا مع الناس الاخرى. لكن هذا السيد هذا كلمني قال لي يا سي فلان والله عندي شهرين نحاول نبرمجك كل نهار ثلاث في القناه التلفزيون تاعنا في البلاتو تاعنا، من الاول ما يقولوا لي شيء وقت اللي قريب تقرب الحكايه يقول لك لا نحيي الجماعه هذه ما تجيبوش بتعليمات من صاحب المدير، انا مدير القناه انا ما نعرفوش بتاتا ولا عمري، انا قابلته مره في ريسبسيون والسلام عليكم تعديت وتعديت بعد هذاك عديد المرات وتو الحكايه ولا حكايه اخرى جديده. يا اخي خليني انا تو قربت خمسة سنين ما تعديتش في موزايك. موزايك خمسة سنوات يعني موزايك ما لقاتش معنى حتى ربع ساعة باش تحطني فيما فيها. يا اخي شو خليني انا شمس ما نتعداش فيها بكل. اش خليني حمزة البلومي مثلا عمره ما عيط لي في برنامج سياسي. عيط لي مرة وقت المواضيع نتاع الصيدلية المركزية كهو. في حين ان وقت اللي كان الموخر الموجود
الموخر كان يعدي فيه جمعتين وجمعة ثالثة عدي. نهيك أنه في جلسة خاصة يحكيوا لي ناس كانوا موجودين مع الموخر، وأنا الموخر ما عنديش علاقة به، لكن الناس في جلسة خاصة مع الموخر تلفت لهم قال لهم حمزة تكلف عليه برشا سنة. يعني هذا معقول؟ هذا شو معناه تكلف عليه؟ يعني أنا قاعد يعطي فيه في الفلوس، شو معناه؟ اش قاعد ناس في في جلسه خاصه يبدا قاعد مع الناس ويقول لهم تكلف عليا برشا سنه؟ اتهام اختير هذا اللي يلزمك انت ولا يلزم اذا عديت هذا اللي لا يلزم حد هذا اللي بلغني. فهذا اللي معقول هذا يتقال هكا؟ تسمحني هالنعمه اللي موجوده على الناس اللي في الموجوده في التلفزه وفي الرواد منين جات؟ هالنعمه الكل هذه الموجوده منين جات؟ اللي وقت اللي انت تحل باج فيسبوك نتاع مرت المنشط الفلاني تلقاه في باريس ساكن في اوتيل اللي هو 2000 يورو الليله، كيفاش تفهمها؟ سامحني كيفاش تفهمها؟ لكن اذا كان كلام رياض المخر فعلا قيل هذا الكلام لا يعني بالضروره وانه حمزه البلومي تحوم حوله شبهات ما. يا اخي انا هذا نقول لك انا اذا كان كثر اللغط انا ما عندي حتى بروفة. انا عندي بروفة كان الكلام اللي تنقل وقيل والقال، وانا ذكرت الاسامي خاطر انا ما اخرش يزي من تعويم الحكايه واطراف وكذا، انا ذكرنا بالاسامي. فهمت؟ تعويم الاطراف. الاكسبريس افام ما تعديتش فيها. عندك قداش بلاك ليستي في اكسبريس افام؟ كلمني مره صحافي هز تليفون وقال لي سي فلان مش تعدى حذانا. قلت ودي متاكد انت؟ قال لي انت تتحدث على المواضيع الاقتصاديه ماذا بيتعدى حذانا. تفضل. قلت له شاورت الساعه الاداره نتاعكم؟ قلت له راهو يظل لي ما همش راغبين فيا. قال لي دقيقه نرجع. رجع شاورهم رجع لي قال لي سامحني راه بالحق. داكوردو؟ إذاعة أخرى رئيس التحرير والمنشط نتاع البلاتو نتاعها كيف كيف كنهاري كل واحد من وحده قال لي راهو جاتنا فيك الليستة وأنت بلاك ليستي وراهو كنا من جملة أسماء أخرى بطبيعة الحال مانيش وحدي وراهو كنا باش حطينا الوحدة نتاعنا قلنا لي ديميسيوني باش نستقيلوا من القناة. ما تنجمش تكون تبالغ دكتور لطفي، ما تنجمش تكون مهووس نوعا ما بنظريه المؤامره، الاعلام الكل يتامر عليك، الاعلام الكل رافضك، الاعلام الكل غير نازي. ايش نقول لك؟ انا تو باش شنو عندي؟ هو سيت اون باغول كونتر اون باغول الرجل. يعني انا ظلي اثبت من خلال الثمانية سنين اللي راوني فيهم العباد بعد الثوره. لان قبل كنت موجود في الشان العام لكن مش في الجانب السياسي. روني العباد اني انا وقت نتكلم كان حاجه اللي انا واثق منها 100%. فهمت؟ وانا مانيش في وضع لاني طالب مصلحه خاصه، ولا لو كان كنت من نوع هذوكم راني نقزت في الفاجونات اللي توصل، خاطر انا قاعد ناسس المشروع. انا مختلف على شويه على الاخرين، انا مانيش نلوج في فاجونه نتاع السبسي باش توصلني، ولا فاجون تشاهد توصلني ولا غيره. انا ناسس في فكره، ناسس في مشروع لان عندي طرح. تعرف سيادتك اللي انت 7 سنين وانا نادي بالحمائيه القطاعيه. بحماية الاقتصاد توا جماعة الكل ولا تتحدث بحماية الاقتصاد ما فيهم يوسف الشاهد، يعني الناس كل رجعوا على الكلام اللي كانوا يقولوا فيه. انت راه ما تعرفش شنو معناها 7 سنين وانت وحدك في واد وتتحدث كان في الحكايات هذوك، فاذا به في الاخر تلقى شيء اخر. فهمت؟ وانا نقول لك ان انت قبيله شككت في حكايه اللي حكيتها لك على حمزه وعلى اسمه المؤخر وكذا. انا سيسعر. طبعا انا ننزه كل الزملاء. انا فما حاجه القضاء هو الفيصل. انا بنقول لك حاجه بركه. ما نتحدثش على خليني من خذا فلوس ولا ما خذاش فلوس، هذاك موضوع ما يهمنيش، ما عنديش عليه بروفا. لكن انا كي نجي نشوف البلانينغ نتاعو، نشوف الحصه اللي كانت عنده في الحوار التونسي، ونشوف حضور المؤخر قداش من مره، ونسكت. هذاك مش مجلب للشبهه، يعني ما عنده لابد عنده تعليل، عنده تعليل ما. انا هكا نظهر لي غير طبيعي، عنده تعليل. علاش وصلنا للوضع هذا يا لطفي؟ المرايح اليوم ازمه ثقه، ازمه تشكيك، ازمه قيميه. ما حصل في مركز التوليد وطب الرضيع في تونس اليوم نذكر أنه الخبر ارتفاع عدد الوفيات من الرضع إلى 15، قضية التحرش أو المعلم المتحرش في صفاقس اليوم. علاش وصلنا للوضع هذا؟ علاش تونس اليوم وصلت لهذا الوضع اللي خلى الناس الكل تقريبا محبطة؟ على خاطر في 2011 تونس شدوها ناس على اعتبار أنها غنيمة، وقت العادة الكلمة هذه وقت يقولوها يحبوا يربطوها بحركة النهضة فقط، وأنا أقول لك راه مش مربوطة فقط بحركة النهضة، مربوطة بجماعة الكل. تونس دوها ناس يعتبروها غنيمة وبدون تصورات، ناس ما عندهم حتى رؤية.
ما عندهم حتى مشروع للبلاد. في 2011 وقت بدات الحركة يعني بدات هكا الحراك السياسي، كنت أنا قلت اللي راهو مش ممكن ندخلوا في الحركة هذه بشكل متاع ديمقراطية غربية. يا ولادي راهو الفلوس والإعلام لابد نحط لهم ضوابط. وجون أفريك عم ناول هبطت ارتيكل وقالت راهو لطفي المراحي في 2011 أوش قال ما سمعوش وقتها، خد ناس معبية بالفلوس، معبية بالفلوس والإعلام في يدها، مع أن القنوات هذيك كلها خايفة منها وتعيط لها خاطر هما أصحاب سلطة، ولهذا عنده دوسي في القنوات في الإعلام يولي خايف على روحه. تعداوك الناس هذوكم كيما حبوا، وحتى حد ما اكترث ولليوم يواصلوا. شنو اللي صار؟ صار أنه الديمقراطية أفرغناها من فحواها. مادام الريح يدز معاها مش معاها هذوك. أصبحنا إذا الديمقراطية جوفاء. جوفاء. ما هي الديمقراطية هي؟ هي حكم الشعب بالشعب للشعب. ما هذه ديمقراطية؟ وينو حكم الشعب بالشعب للشعب؟ نجم يكون المشكلة في الشعب. ذاك موضوع الشعب. الشعب هو اللي شجع على شيء هذا. خليله أنت شجع على التوجهات هذه السياسية والإعلامية والمدنية وما إلى غير ذلك والنقابية. ريتوا الدستور. علاش ديما نلوموا عنه خب فقط؟ الشعب عنده مسؤولية. ريتو عنده مواطنة يلزم يلتزم به. وقت تعطيها له، تعطيه فرصة باش يعمل مواطنة. أنت ما أعطيتوش فرصة باش يعمل مواطنة، أنت عملت له دستور اللي هو كيما دستور 2059 نفس الدستور اللي احتفلوا به ويعتبروا أنه دستور عظيم، هو دستور سالب للإرادة الشعبية. هالدستور اللي تحدثوا عليه. تحب تعرف كيف سالب للإرادة الشعبية؟ نعيط لك كل 5 سنين تصوت وبعد برا قايل بعد 5 سنين نيجي تون عاود صوت من جديد. في الاثناء وقت اللي تجيب تصوت الناس ثم شكون يتشرب الفلوس يتشرب الفلوس، واللي يتشرب الكردونه يتشرب الكردونه، واللي يتوجه له اعلام اللي هو بدلنا شكله الاداء الاعلامي بدلنا له الكونفيغوراسيون عاودنا خلقنا اعلام اخر في تونس يقعد دمغشته بالاعلام هذاك. فشنو ولا شنو الاراده نتاعو؟ هل ترى الشعب اعطيناه الاراده او السلطه القدره التشريعيه هو بدا المبادره التشريعيه الشعبيه اعطيناها موجوده؟ هل اعطينا للشعب القدره على الاعتراض على القوانين يقع سنها في البرلمان؟ هل اعطينا القدره لسحب الثقه للشعب باش يسحب الثقه؟ انت تصور الشعب التونسي اليوم اللي هو من الشمال للجنوب وانا قاعد نتنقل في البلاد الكل ما عنده حتى ثقه في حتى سياسي. سياسة معناها الثقة في السياسيين منعدمة اليوم في تونس. لو كان أنا جيل الشعب التونسي ونقول له اسمع راهو غدوة السيد اللي باش تنتخبه بخمسة ألف صوت تنجم بخمستاشن ألف صوت تنجم تعزله تنجم تنحيه تسحب منه الثقة إذا كانت تضح لك أنه ماهوش قادر. تو غدوة الناس كل ترجع عندها ثقة خاطر نقول لك حتى يجي خليها السياسي هذا يجي وإذا كان ماهوش في المستوى نسحب منه الثقة. والسياسي بيدو معاش يتقدم خاطر يعرف روحه اذا كان باش هكا ولا هكا باش ترسل له سحب ثقه. ثم ما معنى نظرنا ما ماهيه السياسي شنو مجعول؟ ليش مجعول السياسي؟ هل مهنه السياسه هي؟ السياسه مش تطوع نتاع انسان يراه يحط روحه تحت خدمه في خدمه الشان العامه؟ رجعناها مهنه احنا. ولت الطريق نتاع سلم نتاع ارتقاء مجتمعي، والله انا معلم اليوم ولا انا موظف صغير والله ماذا بيا انا غدوه كان نولي في البرلمان تو الشهريه تتحسن والامتيازات تتحسن ونسافر وكذا. كان جينا بالحق نحبوا نبنيوا ديمقراطيه حقانيه. راهو اللي عنده شهريه يقعد بها. الموظف يقعد بشهريته. هي بيدها والمهنه الحره يسكر الكابينه نتاعه ولا سكر ليتود نتاعه ولا سكر كذا وياخذ شهريه لمقابله الوظيفه اللي كيف موجود كيفه نفس الرتبه في القطاع العام. هذا كان نحبوا نبنيه حاجه صحيحه، حاجه حقانيه، حاجه نظيفه. بمعنى السياسه اليوم تحولت من تدبير للشان العام الى تدبير للراس. هذاك هو تدبير للراس. وانت المواقف كانت تشد انت وتو تصير دراسات اكيد الناس وتشوف مواقف الناس اللي موجودين في الشان العام او في الحياه السياسيه اليوم وتشوف على شنو مبنيه مواقفهم. تشوفوا ينتقل من كتله لكتله ومن مجموعه لمجموعه ثمش مبرر. انتقلش على اختلاف الفكر، انتقلش على اختلاف في الطرح، لا ابدا تلقى حتى شيء. وين المصلحه؟ ربما البراغماتيه والواقعيه تفترض ذلك. واقعيه من؟ واقعيه هو مساره اكيد هو واقعيه مساره هو يعني كيف سيقع سيعاد انتخابه يحط روحه فم واحده. اليوم اعطينا للمال دور اكبر من دوره.
يعني اليوم تعرف المال يلعب في الدوري يحدد كل شيء. يعني في منظومة القيم هو أهم حاجة، ما عادش عندنا لا شغل لا اجتهاد ولا إبداع ولا ذاك الكل تكيناها مشي. لكن أكثر من هذا تعرف أحزاب وقت اللي تجيبش تختار مرشحيها رؤساء القيمات تختارهم على حسب عنده فلوس ولا ما عندهوش، الوجاهة متاعه في المنطقة ذيك وعنده فلوس ولا لا، باش يمول القيمات تباع لمن يدفع أكثر طبعا للي هو مؤهل باش يمول الحملة متاعه. مالا شنو معنى الزوالي يشمل شو مش الزوالي الانسان العادي، الانسان العادي اليوم مطالب في تونس كان يحط ورقه في الصندوق هكاو مهما كانت كفاءته ما عندوش الحق يوصل لا ولا ينقص في يكون في مراكز القرار ويصلح ويغير وينفذ رؤى وتصورات ولا ينقص يجي في الترينوات هذوما باش تمش ملصقوه في كذا ولا كذا هكاو. هذا هو واقعنا اللي انت هذا واقعنا هذا اللي نعيشه فيه، نعيشه في تعاسه. يعني ثم اوليغارشي، ثم مجموعه بين بعضها ولات اوليغارشي ميدياتيك فينانسيير اي بوليتيك هك مربوطه ببعضها وهي بيدها، والشعب في غيبوبه تامه قطيعه كامله. راهو اللي نعيشوا فيه اليوم هو كما كان في 2011 في 2010 عند بن علي. يعني الاعلام والطبقه السياسيه اللي كانت موجوده في واد معناها والتجمع يعني في واد والشعب في واد وين ماشيين بالوضع هذا؟ وين نجموا نوصلوا؟ ما نوصلوا حتى شيء، ما نوصلوا حتى شيء، خاطر بالوضع هذا ما تخلقش الديناميكية اللي تحقق الإضافة واللي تخلي الديمقراطية تعمل حاجة. يا ما نمشيوا للاستبداد باش نقضيوا على الموضوع هذا ونسكتوا الناس هذه الكل يكثر انه خطر الحس وخلي الاستبداد يعمل اللي يعمل حتى يوصل الفشل نتاعه النهائي وتقوم بالثور عليه العباد كما صار مع بن علي. يا اما ماشي فيغان كو معناها خطر الناس ولات ما عندها حتى اهتمام بالشأن العام، راه ما عندها حتى اهتمام. ماشي للفوضى في تقديرك؟ ثم باب كبير تاع فوضى مفتوح، باب كبير. طيب لطفي المريحة من عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، ماكش غريبة على قطاع الصحة، من أكثر الناس اللي يحكيوا في قطاع الصحة، وانت ولد القطاع باعتبار مهنتك كطبيب. ما حصل في مركز التوليد وطب الرضيع بتونس؟ هل مثل مفاجأة بالنسبة لك؟ باش نقول لك ماهوش مفاجأة معناها أخذ ثم صدمة مفاجأة. لكن كي تشوف الحيثيات من داخل على الأسباب وكذا مسببات تولي ما عادش تتفاجأ أنه أصلا 11 بعد 12 صغير يموتوا هكا في ضربة واحدة، معنى حاجة يعني صادمة. حصيلة 15 الآن إي معنى وقت الإنسان يسمع الكلام هذا معنى حاجة صادمة. ما نجمش نقول الإنسان لا والله أنا كنت نتوقعها وكذا، بقى الآليات كانت موجودة. خاطر إحنا ريت علاش انتبهنا الموضوع علاش تو الناس كل تحدث عليه؟ على خاطرهم 11 و12 وتو 15. لكن أنت يزم تعرف اللي يوميا في مستشفياتنا المختلفة تموت ناس جراء الأسباب اللي خلات الصغار هذوما يموتوا. يعني الإبادة الجماعية اللي صارت لأولاد هذوما هي ثم إبادة جماعية لكن متفرقة في مراكز مختلفة، فما ترهاش تجلبش الانتباه. يا أخي سليم شاكر وكان وزير صحة باش مات بعد الحال العمار بيد الله الله يرحمه وقضى وقدر، لكن باش مات باتن وجات جاء مشكل مشى للمستشفى محلي. هو الواحد قدام مستشفى محلي ماهوش باش يلقى فيه الطبيب نتاع الاستعجالي اللي هو مؤهل، ماهوش باش يلقى فيه الامكانيات اللازمه باش يلقى السيطره على الموضوع نتاعو ومجابهته. هذا هو اي مواطن كل يوم تصير هذايا للمواطنين المختلفين، راقدين في السبيطار ولا مش راقدين، ماشيين للعيادات ولا مش هذا هو اللي قاعد يصير لنا. برشا كلام يتقال على فساد في القطاع، على غياب الامكانيات والاراده السياسيه ربما لاعاده النهوض بهذا القطاع الهام في علاقه بالمرافق العموميه للدوله، لكن الملفت للانتباه ملف الفساد في هذا المجال. انت من بين الناس اللي حكاوا عليه برشا، ولكن دائما نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. طبعا هو موضوع الصحة محتاج لبرشا أشياء، فيه موضوع متاع تصورات وحوكمة ما فيهمش حديث. تصورات شنو تصورات؟ يعني ما هو دور الدولة، يلزم الدولة تحدد دورها، على خطر البلاد هذه تبنات على أساس أن الدولة راعية وتأسست على هذا. في 2011 تم هو قبل 2011 يعني في من 2005 ولا حوالي يعني وقت تحلينا حقيقة على العولمة ودخلنا فك المنحة هذاك وقع تراجع دور الدولة.
والتراجع نتاع دور الدولة خلاها أنه ما تلعبش الأدوار نتاعها الأساسية ما فيهم الصحة. وقع تشجيع بطبيعة الحال على مش تشجيع بطبيعة الأشياء تطور القطاع الخاص، لأن وقت الدولة ما عادش تقدم الخدمات القطاع الخاص يقول لك أخويا هات هاو ثم فرصة للمبادرة خليني نكبر، وبدأ يكبر بشكل لفت. دونك اليوم المطروح هو مراجعة خياراتنا، خاطر مثلا الحكومة تشاهد اللي ماهيش وحدها اللي اخذت القرارات هذه، هي في تتمة لما هو قبلها، لكن حكومة تشاهد تنخرط في الحكاية هذه. وقت اللي انت جيت تاخذ تقول راني باش نعمل سياسات تقشفية، هاك الكلمة تتعدى في الوذن نتاع برشا الناس كله. سياسات تقشفية تعني اني باش نهز يدي على القطاعات هذه، يعني القطاعات العمومية باش نهز عليها يدي. وذاك علاش هو قال راه ما يصيرش انتدابات حتى 2020، وذاك علاش يغادروا اكثر من 4000 كادر ما بين عمناء والسناء تقاعدوا وما وقعش تعويضهم. وذاك علاش اللي يموت اليوم في من الكوادر هذه في قطاع الصحه ما وقعش تعويضه، هذا بالاضافه للمهاجرين اللي اختاروا طريق الهجره للخارج ما وقعش تعويض، بل انه ندفعوا في الناس اللي باش يخرجوا باش يغادروا في نطاق. وقت اللي يجي وعملوا حكايه عندنا برشا موظفين وعندنا برشا موظفين الحكايه تتفكر انا جيت حذاك انا وقلت راهو موضوع مغلوط، راهو يقولوا عندنا برشا موظفين، راهو الموظفين راهو معلم وراهو استاذ وراهو فرملي وراهو طبيب وراهو قاضي وراهو بوليس، راهو هذوك موظفين، هل ترى عندنا منهم برشا؟ احنا راهو ما عندناش منهم برشا. وراهو المشكل مش في عدد الموظفين اللي هما نسبه للناتج الداخلي، وانا المشكل هو انه الناتج الداخلي ضعيف ياسر، ف خلينا الحل الحقيقي اللي هو التكبير في الناتج الداخلي، ومشينا كي عجزنا ولينا نقصوا في عدد الموظفين، يعني الناس تدينا في خدمات يوميه محتاجينها احنا حياتيه بالنسبه لنا. فهذه فشل نتاع حكومات، فشل تصورات. والحل الاقتصادي موجود، وقلت انا 7 سنين اللي هو الحمائيه وتطبيق، والحمائيه مش بالعنجهيه، بتطبيق الاداه على القيمه المضافه الاجتماعي 7 سنين. إذا كان ثم فرد يعني وحزب واحد يا رسول الله مهما كان تقول ما يعطونا حزب صغير، احنا يا سيدي احنا حزب صغير صحيح، ما وراناش أموال وما وراناش أعلام وما في مورانا بحد شيء من جنكات حوحدنا، لكن 7 سنين واحنا على حق والناس الكل الأخرى ضايعة فيها. يا أخي مفروض مش هذوما الناس يقولوا هذوما اللي حشنا بهم، هذوما اللي نعطيهم الدمام نتاع البلاد ما دام هذوما فاهمينها 7 سنين التالي. تو تعرف ماكرون تو 3 أيام التالي خطابه بروتكسيونيست، قالوا وقفوا له بتشوف غادي فما على الاقل مازال فما شويه اعلام عندهم فرانسيس، وقفوا له قالوا له يا اخي وليت تكلم كيما مارين لوبان خاطر هي كانت تنادي بالبروتكسيونيزم. هنا ثماش حد وقف للشاهد نهار اللي تكلم في الليل قال المنتوجات التونسيه وطبجيت، قفلوش حد قال له راهو هذا خطاب لطفي المراحي تقول فيه. وقدش وقفش حد المحسن حسن هذاك اللي كان درا شنو وقت اللي خرجك نهار في الراديو في التلفزه وقال بروتكسيونيزم، هو كان قبلها يقول في حاجه اخرى، وقفلوش حد قال له راهو نتاع لطفي المراحي الكلام هذا. ما ابتدعتوش انا البروتكسيونيزم، راني مش انا خلقت البروتكسيونيزم، الفكره راهي مش متاعي، راهي في انجلترا من القرن 18 خطيتني. لكن انا اللي شنو الفرق سياسي من سياسي؟ هو ثم واحد يفهم الادب، اما هو السياسات اللي ناجعه واللي تواتي الظرف هذاك هذا هو. فاش نقول لك انا يعني احنا الروايه الرسميه اللي قدمتها وزيره الصحه بالنيابه حول ظروف وملابسات وفاه الرضع في قسم التوليد وطب الرضيع بتونس تعتبرها قريبه من الواقع، تنجم تكون الفرضيه الاقرب الى الواقع. الحاجه الاولانيه فما ياخذوا كاستينج، يعني ماهيش هي المفروض تتكلم، هذا موضوع اهم النيابه العموميه كما في الديمقراطيات اللي تحترم نفسها، ان الموضوع توكلت به النيابه العموميه هي اللي تباشر الموضوع، لان وزاره الصحه ولات في موضع متهم بسكوماته عندها الناس، وثم اتهام بانها مقصره بشكل ما. فكيفاش انت متهم وانت هو اللي تخرج وتتكلم وتبرر؟ انت خرجت من يدك الحكايه، انت اقصى ما تنجم تقوم به هو تحقيق داخلي، واحنا طلبنا انه التحقيق يكون تحقيق خارجي. علاش؟ باش ما يصيرش كما صار في الملف اللي حكيت لك عليه بتاع سعيد العادي الاولاني، يعني اللي ما عجبني ما عجبوش يحطوا في القزر ويتعدى. فلا بد من تحقيق خارجي. فالكلام اللي يقول حتى حد ما نجم يقول احنا عندنا فرضيات، والفرضيات هذه الجايزه تكون هذه على خاطر شنو الفرضيات الممكنه دكتور وانت تقنيا ربما فاهم المساله اكثر؟
ريتشي المرأة اللي نحاوها من اللجنة مدام سندة البحري خرجت أن أرتيكل في مجلة فرنسوية محترمة. المقال هذايا عندهم مدة من الخرج يقول أنه ظروف اللي يقع فيها أعداد الحكاية هذه لا تستجيب في غالبية الأحيان للمتطلبات الحقيقية للأشياء. فالحل هذا هو الجواب. بقى هذا يزم يقع إثبات وتحميل المسؤوليات. المسؤولية في الأول وفي الأخر في الموضوع هذا مسؤولية سياسية. يعني كنت مش تحاسب واحد مش تحاسب يوسف شاهد وتحطه في الحبس. هاو الحقيقة. علاش تقول انت تدخل يوسف شاهد في القصبة؟ علاش تعتبر مكانه في السجن يوسف شاهد؟ على خاطر هذا ثم موت متاع ناس. ثم موت متاع ناس يا اخي الريسبونسابيلتي بوليتيك. عنده مسؤولية مباشرة هو في الموضوع؟ تو سامحني اذا كان انا وقت نجي نقص الاعتمادات. باش نعطيك انا تو القسم هذايا فيه 60 صغير. يرقدوا فيه 60 صغير. طاقة الاستيعاب نتاعو 60 صغير. والقسم هذايا المعدل نتاع الاستيعاب نتاعو. المعدل الحقيقي نتاع الاستيعاب نتاعو 80 صغير. وساعات يوصل في الذروة 90 وأكثر. يعني يوصلوا أنه يحطوا ثلاثة صغار في نفس الفرش في مكان اللي هو مفروض أنه يكون معقم وكذا وفيهم صغار على فهمت مع الليمينيتي متاعهم طايحة وما إلى ذلك. مواكا في غياب إذا كان فماش اعتمادات. إذا كان نزيد نقص في الاعتمادات ونقص في البرسونال ونقص في درشون ونقص درشون مسؤولية شكون؟ إذا كان الفرمل يولي مخوج اللي هو عندك أنت عدد معينين من الفرامل حاطهم على مفروض حتى كان هما نتاع 60 صغير يولي يخدموا في 90 كيفاش باش يلقاهم؟ لك رئيس الحكومه مو شمس باش تزرق على طول. لا ما العزمة هو شمس هو هذاك عليك الفرق. المشكل الفرق هو انه رئيس الحكومه هو شمس هو شمس المسؤول الغالب هذيك هي المسؤوليه السياسيه. رئيس الحكومه هو عمر بن الخطاب وقت اللي قال لك تيحه دابه في العراق انا نتولى حكايتها هذيك هو الريسبونسابيلتي بوليتيك. الكلام اللي كان يقول فيه عمر بن الخطاب قبل اللي هما يفهموا الغربيين هكاكا. يعني في تقديرك كان من المفترض محاسبة رئيس الحكومة على هذه الواقعة والكارثة عوض استقالة وزير الصحة؟ لا هي ثم سلسلة متاع المسؤوليات يا أخي. وزير الصحة وقتاش شد المنصب متاعه هو طيب ما وصل مازال شده حديثا هذا شهور تقريبا. هو شمس كما بلغتك أنت هو الشمس. أنا أطرح في سؤال سيدي. لكن هو كان يحقن فيهم الصغار ماهوش يحقن فيهم. والوزير نتاع وقت يصير حادث نتاع ترينوات ونحيوا وزير النقل يا أخي هو كان يسوق في الترينو. ثم مسؤولية سياسية خيارات. ثم خيارات دولة أنت مسؤول ديجا في الخيارات اللي عملتها. هذا هو المنطلق غادي. خيارات غالطة وبطبيعة الحال الناس هذه تقوم بشيء هذا دون لامبيليتي توتال خاطر ما يهموش. ما مش مشكل توا هو ريت يصير اللي يصير. باش تفسر حالة الفلات من العقاب كما سميتها والمحاسبة خصوصا. بطبيعة الحال احنا أسسنا لها احنا في تونس توا. توا ما عادش نتحدثوا على الحكاية. انتهى ما هو احنا ولينا بمعنى تم دمقرة الفلات من العقاب؟ تشريعه مش دمقرته. ما عملناش قانون احنا للمصالحة. قانون المصالحة مش قانون الفلات من العقاب ولا حاجة أخرى. لعل حاجة أخرى وأنا ما فهمتش. هذا هو اللي عملنا في تونس يعني سيامون عن قصد وعن روية وعن مشروعية وبدينا نتحدثوا فيه. وقتاش بدينا نتحدثوا فيه هذا القانون؟ خلينا نذكر العباد بخاطر الذاكرة إن كنت ساعات تغيب عليهم. الأحداث نتاع حدث باردو 17 مارس هو باردو 20 مارس تحدثنا فيه. خرج الباجي قايد السبسي الدم نتاع التوانسة سايح فهمت لو صورة تونس متهرية وخرج لنا باش يقول راه عنده مشروع نتاع مصالحة. فكنت تريد تشوف معناها اهتمامات السلطة بتاعنا اللي انتخبناها وننتظر فيها واحد يصالح في الفساد ويتحدث على المساواة في الميراث وكأنه هذا هي هموم تونس وانتهى. يعني هذا مشكلة. كان بحثنا أمس محمد بن سالم عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة ويقول وأنه ما يلزمش المبالغة في تحميل المسؤولية للحكومة مش وكل مرة تصير مشكلة ويقولوا ونطالبوا باستقالة الحكومة ورئيس الحكومة يجب النأي بهذا الملف عن التوظيف السياسي. يو تو نطالبوا باستقالة دونالد ترامب هو المسؤول على الموضوع. نسينا اللي هو ترامب فهمت يا رجل معناها هذايا وش اللي تعمل فيه الان توظيف سياسي يا اخي؟ ثم حاجه ما هي السياسيه كل شيء سياسي. لكن اذا كان ثم فيه
منطق وفيه مشروعية. هذاك التوظيف هذاك الأصل. أصل فاش إيش قاعدين نقولوا؟ قلنا راهو البلاد بركت. شكون باش باش تحب انت تحاسب؟ تنجم تحاسب كانك الفرملي الاخراني اللي هو ديبوردي ودخل بعض وقال لك اسمع بربي انا وحدي فلت صغار هذوما كلهم كذا، هي تو نعملها اليوم هكا نحضر الامور هكا ونعدي حالي. سهل. تنجم تطلع شويه تعديها في السيرفيون نتاعو، تنجم تطلع شويه تعديها في الطبيب نتاعو، تنجم تطلع شويه تعديها في رئيس القسم ويزي في البركه غاديك. ندخل في اللي زانتو شابل نتنسوش. والناس اللي عملت سياسات كامله والناس اللي خلات الوضعيه كيف هكاكا كيفاش اللي قررت اللي قدرت اللي هندست صار نشوفه معناها تجي انت بنيه معوجه. الشاهد يعتبر هذا نتاج لتراكمات لطفي المراحي، مش هو المسؤول فقط، فما حكومات قبله، فما ايضا النظام السابق هو اللي وصلنا لهذا المازق المتعلق بالخدمات العموميه والمرافق العموميه. انا ما قلتش لا، انا قلت وقت بديت في حديثي معك قلت راهي بدات في فتره ما في نظام بن علي، وقت اللي بن علي خدم منعرج معين في سياساته. هذا اللي كنت نقول فيه. لكن انت اليوم عندك 3 سنين قريب وانت في السلطه. وانت اقريت هذاك بلانه مشيت خطوه اكثر منهم فيه. يعني انت كان جيت اليوم قلت لا يلزم ناخذوا الصحه نعاودوا نرجعوا لها والتعليم وكذا يا سيدي، وانا باش نحرمكم من نعرفش من درا شنو يا توانسه، لكن الصحه والتعليم راهم فيهمش حديث، واللي باش ينقص في الصحه والتعليم انا نعوضه على حساب اي قطاع اخر. اي سيدي الكره انا باش نوقفوها مثلا، يا توانسه ما عادش فما كره، اي باش مثلا سوبوزون ما نعرفش انا شنو باش تحب، ولا ما عادش ثم حتى حفلات ولا خويا الثقافه مؤجله ولا ما نعرفش عليه شنو اللي باش لكن هذه الصحه والتعليم اخويا ما يهمنيش. نقول لك انا والله ما عنده الحق هذاك، هو يحاول يصلح وكذا. اما كي يجي حد وهو ماشي اكثر من جماعه الاخرين قال لك ما عادش فما انتدابات، انت في بالك اللي فما 17 حكيت لك عليهم 17 سبيطاره، حكيت لك على 17 سبيطار، فما 17 سبيطار توا الدراسات نتاعهم كملت وفلوسهم اعتماداتهم موجود، وتعرف السبيطار باش يوفى باش يتقد يزمو عام ونصف يعني 36 شهر، يعني هذوما كان يبداو فيهم اليوم بعد 36 شهر يكونوا كملوا، بعد 36 شهر كي يكملوا وناخذوا الفاتحه نتاعهم نسكروهم ولا كيفاش نعملوهم؟ شنو نعملوا بهم؟ مادام احنا ما عندناش انتدابات شنو نعملوا بهم؟ قول لي متحملش مسؤوليه يا عبث هذا ناس. تي ناس ماهيش في المستوى، تي ناس ما غير مؤهله، تي ناس قلت لي انا مره قلت رئيس حكومه صدفه. الناس بالصدفه هذه. لكن عمليه صبر الاراء تقول خلاف هذا اليوم. قداش تقول؟ تقول حركه النهضه الحزب الفائز الارجح في الانتخابات القادمه. حركه النهضه. تقول يوسف الشاهد قادر وانه يكون رئيس جمهوريه قادم. قادم. ويحظى بشعبيه كبيره اليوم. اه؟ من لدن التونسيين والتونسيات. يكون شي انت قاعده تمارس في التضليل، انا ما نعرفكش من العاده في الجوقه هذيك، لكن كان دخلت في الجوقه هذيك مرحبا، ما تطلعش من رجعت فلوس انجلترا انت زاده، تطلعش قابض مجمعه. هذا كتاب حديث هذا. اذا كان بعد اللي صار في البلاد ومن بعد اللي قال نشوفوا فيه قاعدين والوضع اللي وصلنا له الاجتماعي والاقتصادي وكل، شوف ايش نقول لك انا، ريت نتحدث انا معك توا، كنا زايلين راه. كلنا الى الزوال. ثم حاجه قاعده اسمها تونس. ريت الناس اللي تتنحر هذه على المناصب وعلى الكذا وعلى البلايص وعلى الانتخابات دي ثانوية، حكاية ثانوية. ثم حاجة ما أهم برشا، أهم مني ومنك ومنهم ومن الناس كل، اسمها تونس. حاجة عظيمة. حاجة عظيمة هذه تخليك تفكر في الترشح في الرئاسية القادمة؟ شوف حاجة عظيمة، حاجة عظيمة اللي يزم احنا نوليو حد شيء قدامها. احنا اليوم لازم نفهموا انه ما عندناش امكانيه باش نخرجوا ببلادنا من المازق هذايا الا ما نكونوا مع بعضنا. نكونوا مع بعضنا شو معناها؟ مش على فرد وجهه، وانما نكونوا في فرد قارب، يعني فاهمين مغلبين المصلحه الجماعيه على الحكايات هذه. احنا اليوم بلاد اللي ولينا ما عادش ما ثماش وحده وطنيه، ولينا بوسيغ دانديفيدو. علاش؟ على خاطر الضغط قوى علينا اجتماعيا واقتصاديا، ولينا الانانيه تفشت فينا، تفشت فينا مظاهر اللي خطاب هي خطاب الياس السياسي هذا يا لطفي المراح يخليك تفكر في عدم خوض الانتخابات الرئاسيه القادمه. خطاب الياس السياسي. لا مش ياس، مانيش ياس انا، بالعكس انا كلي امل. لو كان نعرف اللي التوانسه هذوما الطينه هذه اللي موجوده فيهم قادره انهم يتحولوا، لكن اعطيهم بريق من الامل. اعطيهم وجهه، ما تبيع لهمش كلام، قول راهو باش تمشيو غاديك بالطريقه هذه بالواحد وفي الظرف الفلاني سنحقق،
وإذا كان ما حققناش أنا راني سأتنحى توجي غيري. واضح. كل الشكر ليك لطفي المرايح أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري على حضورك معنا. شكرا. اليوم وعلى رحابة صدرك في تقبل أسئلتنا. كنكون وصلنا لختيمة هذا العدد من برنامج هنا تونس غدوة. يتجدد الموعد إن شاء الله كالعادة بارتير من نصف النهار. محمد اليوسفي وكامل الفريق يسلم عليكم ويقول لكم إن شاء الله تونس.